هل يوجد أحد غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه يطلق عليه أنه من الصديقين؟ الصديقية واجد، كل من اتصف بالصديقية فهو صديق، كل من اتصف بالصديقية فهو صديق، لكن نحن لا نجزم لأحد، لكن نرجو. ولذلك يشبهون الإمام أحمد بأبي بكر ويقولون الصديق الثاني، لأن أبا بكر قام بنصرة الدين ما يشبه قيام أبي بكر، قام بنصرة الدين عند القول بخلق القرآن ما يشبه قيام أبي بكر عند الردة. نعم.